أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آية قرآنية كريمة أقر فيها الله تعالى بأن أمره قد قرب من الناس ودنا، فلا يستعجل وقوعه. اختلف علماء الأمة حول تفسير الآية وتأويل أمر الله، فقال بعضهم ومنهم التابعي الجليل الضحاك بن مزاحم إن أمر الله هو الأحكام والحدود والفرائض، لكن أغلب علماء التفسير أجمعوا على أن أمر الله هو يوم القيامة، وأن هذه الآية المحكمة نزلت لإخبار الناس عن قربه ونفاذ قضاء الله بعذاب المشركين الذين كانوا يستعجلون العذاب استهزاء بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لقوله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقوله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور: يجوز أن يكون الخطاب شاملا للمشركين وللمؤمنين أيضا، لأن عذاب الله وإن كان الكافرون يستعجلون به تهكما لظنهم أنه غير آت، فإن المؤمنين يحبون تعجيله للكافرين. وعن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن. فلما رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا: ما نرى شيئا. فأنزل الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة، فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد، ما نرى شيئا مما تخوفنا به. فأنزل الله تعالى: أتى أمر الله. فوثب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم، فنزل قول الله تعالى: فلا تستعجلوه فاطمأنوا. ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. وورد في تفسير العلامة ابن كثير أن ابتداء الآية بصيغة الماضي يدل على تحقق الفعل ووقوعه حتما، لأن الله عز وجل يعلم كل ما سيحدث في المستقبل. وقوله فلا تستعجلوه أي أن ما تباعد قد قرب فلا تستعجلوه، والضمير يعود على الله ويحتمل أن يعود على العذاب، وكلاهما متلازم. وقد أجمع أهل العلم على فضل هذه الآية في تذكير الناس بالساعة وبما سيغنمه المؤمنون الصابرون من أجر وبما ينتظر المشركين المكذبين من عذاب.